يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع. فهو الصيام شرع لأجل التقوى، فهو في قوة المفعول لأجله لفعل كتب. ومن معاني لعلكم تتقون أي لعلكم تجتنبون المعاصي، إذ الصوم يكسر الشهوة الداعية إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويمكن أن يكون معنى قول الله تعالى لعلكم تتقون أي تصلون بذلك إلى رتبة المتقين. وفي الحديث الصحيح: الصوم جنة أي وقاية. وترك ذكر متعلق جنة، ومن القواعد أن حذف المتعلق يؤذن بالعموم، فلما حذف ذكر المتعلق تعين حمله على ما يصلح له من أصناف الوقاية المرغوبة. ففي الصوم وقاية من الوقوع في المآثم، ووقاية من العلل والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول الملذات. والمتقون هم الممتثلون لأوامر الشرع المجتنبون لنواهيه، والامتثال والاجتناب وقاية. والوقاية ما هي؟ الوقاية هو حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، وذلك بحفظ القلب والجوارح وحفظ الكليات الخمس. وربنا سبحانه وتعالى وصف المتقين في بداية سورة البقرة بنعوت ثلاثة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. والغيب هو ما توارى عن حواسك واستتر، وأخبر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أمر البعث والجنة والنار والصراط والحوض. وبدأ بهذا الوصف لما له من محورية في قضية الإيمان، إذ لولا الإيمان بالغيب ما أقيمت صلاة ولا أوتيت زكاة ولا صام الناس رمضان ولا أقبلوا على أعمال القلوب ولا الجوارح، ولولا ذلك ما صبر المؤمن واحتسب على ما يلاقيه من ضيق وعنة وابتلاء، ولولاه ما أقبل الناس على أعمال البر وما زكى الواحد منا نفسه ولا اهتم بأمر المسلمين، ولولا ذلك من خرط في سلك التغيير والتأبئة والبناء، ولولاه ما أحب وكره وشكر وذكر واستغفر. ثم وصفهم الله تعالى بقوله: ويقيمون الصلاة، ومما ينبغي إقامته القيام بين يدي الله في رمضان بالنوافل بصلاة التراويح. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى وصفا ثالثا بقوله: ومما رزقناهم ينفقون. والواحد منا ينبغي أن يكثر من التصدق على الفقراء والمساكين في هذا الشهر الفضيل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والمقصود من الصوم كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله هو التخلق بخلق من أخلاق الله عز وجل، وهو خلق الصمدية، والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان، فإنهم منزهون عن الشهوات. والصمد هذا الوصف الوارد في قول الله تعالى: الله الصمد. ما معناه؟ الصمد هو المفتقر إليه كل ما عداه. ومن معاني الصمد الذي لا حاجة له
إلى الطعام والشراب، وهو الغني سبحانه وتعالى.